التحليلية. المعارضة تحشد ضد نتنياهو مجدداً، أي تبعات لتجذر الانقسام في تل أبيب؟ عنف تصعيد للمسلحين ضد الجيش السوري منذ توقيع اتفاق سوتشي، ما الأسباب؟ تقرير يتوقع أن يتضاعف عدد المسنين في السنوات المقبلة، هل يتجه العالم نحو الشيخوخة؟ وفي وثيقة اليوم وثائق سرية تكشف بيع شركة إسرائيلية برامج تجسس لميانمار قبل الانقلاب. وفي قضية اليوم دبابات غربية إلى كييف على وقع تقدم روسي، لماذا غير الغرب سياسة التسليح وأي تأثير على معطيات الحرب البرية؟ التحليلية تأتيكم يومياً الساعة 6 مساءً بتوقيت القدس الشريف.